أشواق جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة شبابية بامتياز. الخبر من قلب الحدث. مجموعة من المسيرات اللي كتنظم على المستوى الوطني واللي كتجي كرد على الجريمة الشنعاء اللي ترتكبت في حق مواطن مغربي بريء الهم ديالو أن الواحد أنه كان كيبحث على القوت ديالو. هذه الجريمة كتبين طبيعة ديال النظام المخزني المغربي وكتبين أنه لا زال يعتبرون أبناء وبنات المغرب مواطنين من الدرجة الثانية. بالتالي حنا كنجيو اليوم باش نقولوا بأننا حنا كمواطنين مغاربة مواطنين أحرار مواطنين كرماء مواطنين عندنا الشرف أن نكونوا في هذه البلاد وغادي نناضلوا من أجل المطالب ديالنا. بالتالي حنا كنقولوا بأن هذا الوفود اللي حضرات اليوم هي أولا باش تقول وتسائل النظام المغربي في مجموعة من الجرائم اللي كتكرر مرة من بعد أخرى، منها الجريمة ديال الفاجعة طنطان، منها مفاتيحها وما تعرضت له اللي حرقت نفسها، ومنها الجريمة الآن ديال الطحن ديال المواطن المغربي، لأنه من العيب والعار ونحن نعيش في القرن 21 أن كنشوفوا مواطنين مغاربة ما زال يتم طحنهم في حاويات للأزبال أو في شاحنات للأزبال. هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أننا ما زلنا أو النظام المخزن المغربي ما زال لم يستوعب بعد خروجنا اليوم هنا أننا كنقولوا لا للحقرة ولا للظلم ولا للاستبداد اللي كيوصل المواطنين المغاربة أنهم يتم الطحن ديالهم أو القتل ديالهم وما إلى ذلك. ثانيا باش أننا نأكدوا على المطالب ديال الشعب المغربي في الحرية وفي الديمقراطية وفي العدالة الاجتماعية وفي الكرامة وفي المواطنة. وتحية لكم.